بنتي ما كانت لا خدامه لا والو، كانت كتخرج الدور وتجي ولدت، ربي صابها ولدت جوج البنات، الاولى ربي سلكت فيها والثانيه هي اللي توفات فيها. لا الحالة ام عزباء ما عرفاش الوالد ديالهم، يعني وعزيز انا عليك. امهم دابا، انا حنا هما، انا كل شيء. الوالد ديال البنت كاين بصح من 2002 تفارقت انا وياه، ما تربطني معاه حتى شي صله حتى شي علاقه، هو في جهه وانا في جهه، من عمره ما ما صورتش ليك كيسول فينا ما كيجيب لنا ما والو، وفي وفاة جاء الحضر في الحبس وهي بقى كيدرها راسها وكتترد. ديتها للسبيطار صافي، غير دخلتها للسبيطار هما قال لك عندها عمليه خصها تولد سيزاريا، ومازال باقي لها 2 سيمانات، يعني البنت اللي ولدت ناقصها 2 سيمانات. من تما عند قسم الولاده ديريكت الانعاش، ما فاقتش 10 ايام وتوفات. ما عرفش شنو وقع، واش شي حاجه شي خطا طبي في العمليه ولا الله اعلم. هما قالوا لك ميكروب هما قالوا لي تسمم حمل طلع لها للراس. وغير الناس غير هكا المحسنين اللي كيبغيو يديروا الاجر في نيتهم. جبنيات واه هادي عندها شهرين قل 6 ايام ولا 5 ايام، والاخرى عندها 2 عامين و7 شهور. انا اللي قايمه بهم. ملي نهار اللي توفات بنتي مشات لي لاكارت ناسيونال، الجمعيه اللي نمشي لها بدا في السبيطار تهملت لي لاكارت ناسيونال، الجمعيه اللي نمشي لها كيقول ما يتيقوش بلي انا جدات هاد البنات. عندي 38 عام. وكاين اللي كيبغي المقابل، كاين كل واحد واش كيبغي، كاين اللي كيستهزئ ما يبغيوش. بعدك انا يا انا براسي ضمنتني واحد الوالده ديالي في عمرها 61 سنه، مين كان بغي شي حاجه كنوضها على كبرها كتمشي معايا باش هي تضمني، هي كتقول انا جدات البنات، فهمت؟ ما كيتيقونيش مع لاكارت ناسيونال. قلت لك نهار اللي توفات لي البنت مشات لي لاكارت ناسيونال، فهذوك الاجراءات تاع السبيطار ما عرفتش فين خليتها. دابا حتى الوقت باش نمشي نصاوب لاكارت ناسيونال ما كانش اللي يشد لي البنات ويجلس معاهم. ما خدامه ما والو، كنت خدامه في واحد القهوه من الوفاه ديال بنتي اللي هنا ريض، وما كانش اللي يقبض لي البنت. شكون اللي يقبض لي؟ المربيه مشيت عندها قالت لك 50 درهم للنهار. 50 درهم انا ما تجينيش انا 150 في الشهر باش نعطيها 50 درهم 100 في النهار. خويا نطالب غير شي معاونه يعاونوني غير باش نكون انا وهاد البنات، ما بغيت حتى شي حاجه اخرى. وهو تشوفوا البيت الاخرى حوايج راهم مجموعين، دار معايا من الاثنين لما وجدتلوش فلوس ونزل حوايج غير هاد الشهر. دابا خصني نخلص الكريا في 8 في الشهر، واه هي فاتو قريب 8 ايام في الشهر. قال لي الاثنين نجي نلقى، ودابا راه مسافر، قال لي الاثنين نجي نلقى فلوسي. انا ما لقيتش فلوسي غير دبي راسك، انا منها عايشه ديك الدار بها باش كنصرفوا بها باش 1000 درهم اخويا. واه والموضوع هذيك راه باين فرا مصروف فرا يعني الحليب ديال البنت ليك وش، وهي اللي كتخلص ليه الكريه هي كلش. واخويا كاع قلبي ما كانش، كاع الرجاله ما عندهاش. عندي اختي وحده هي هادي عندها الولاد، هي راجلها في الحبس ما وكل شيء، ما كانش اللي غادي يعاونك. خاصك انا ما بقيتش كيما كنت تحتهم ولا تحت الراجل، ولا وليت رجاله وليت بحال اللي جبدت عليهم. ما بقاش كاع ما عندهم، ما عندي حتى شي صله معاهم تقربني معاهم. واخويا انا باغي قلت لك غير باش نكون انا وهاد، غير باش نخلص كريتي كاع، ما حتى العيشه منا ومنا ومنا وبنادم يعيش، حتى واحد ما مات بالجوع، غير باش ما نبقاوش ندور انا وبناتي في الزنقه وصافي.